يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي التراويح في المسجد ثم يصلي في بيته لزوجته؟ يجوز له أن يفعل ذلك إذا وجد في نفسه نشاطا، والأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن كان سيجتهد مع أهله ويدع صلاة الجماعة إذا كان ليس هو الإمام، فخصوصا إذا كان سيصلي في آخر الليل، فهذا حسن بل أحسن. وقد صح في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: والذين ينامون عنها خير من الذين يحضرونها. فسره العلماء أي الذين ينامون عن صلاة التراويح في أول الليل فيصلونها في آخر الليل أفضل من الذين يصلونها في أول الليل. وطبعا هذا في حق من يحرص صحيح على الصلاة في آخر الليل. أما إذا كان الإنسان يمني نفسه أن يصلي في آخر الليل وفي كثير من الأيام ينام، فمثل هذا الأفضل له أن يصلي مع الناس في أول الليل، وكل إنسان أعرف بما هو أصلح لنفسه. فالخلاصة إذا كان هذا الرجل سيجتهد مع زوجته في آخر الليل أو مع أهل بيته فهذا أمر حسن، مع أن أهل العلم يحثون على الصلاة مع المسلمين إذا وجدت صلاة، لأن المسلم في الغالب يفتر ويضعف ويكسل وينشغل وينام بما يدفعه عن الاستفادة في هذا الشهر من إعماره بالطاعة. ولهذا شرعت صلاة التراويح أو صلاة الليل في رمضان جماعة. لماذا؟ إعانة للناس على الخير حتى ينشطون على ذلك، وهذا هو الغالب والله أعلم. وأما إذا كان هو الإمام الراتب وأحب أن يجمع بين الخيرين، خير الصلاة بالناس والصلاة بأهله، فهذا جائز. وقد صح أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مرتين، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع فيصلي مع قومه. فإذا صح هذا في صلاة العشاء وهي فريضة، فمن باب أولى أن تصح في ماذا؟ في النفل. من باب أولى أن تصح في النفل والله أعلم.